اول ما بحكي عنه، وهو الانتخابات. طبعا حاليا كلنا نعرف انه في انتخابات حاليا وما الى ذلك، فبصراحة يعني المرشحين الموجودين حاليا في الانتخابات طبعا اغلبهم ناس يعني محترمة وناس كويسة، بس بصراحة يعني كون هاي اول ما انا بصوت فيها، وكوني حبيت اني احط او اني ابحث عن نائب بيمثلني، بصراحة اكثر واحد حسيت انه بيمثلني وبيمثل مثلا الشريحة اللي بتتابعني بالذات هو النائب السابق قيس زيادين. هذا الشخص شفته في مكان اسمه بيت الحسام، تمام، وانسان جدا هذا راقي وبيأمن بالدولة المدنية، وبطالب كمان بملف الحريات بطالب فيه وما الى ذلك، بل حتى هو كان واقف ضد قوانين هي بصراحة بتقيد الحرية العامة والحرية كمان الفردية، زي مثلا قانون الجرائم الإلكترونية هو كان ضده، طلع على القنوات وكان ضده. أنا ما حكيت في أخطاء، في أخطاء قيس. سيدي، لكن أنا بدي أسألك سؤال. السلم المجتمعي اللي بتحكي لي فيه، السلم المجتمعي مش محطوط السلم المجتمعي في قانون العقوبات وبجرم؟ تمام، والفيصلي والوحدات واللي بيصير دائما على منصات لما تكون الجريمة غير موجود ولا مش موجود، لما تكون العقوبة غير رادعة. أنا بدي أجاوبك يا سيدي، بدي أجاوبك. اليوم أنت ردعته، لكن سؤالي لك، في قلبه، في داخله، في تصرفه اليومي، هل تغير عن قناعة أم عن خوف؟ تغير عن خوف. هذا كلام خاطئ. يجب أن نغير الناس عن قناعة، يجب أن نقول للناس أن السلم الأهلي مهم والوحدة الوطنية مهمة للأسباب التالية. أنت ما تعمل هيك للأسباب التالية، بدك تعكس. بعض هو رافض كثير قوانين مثلا إلها دخل، خلينا نحكي بملف الحريات، وكان بعضه دائما مدافع عن هاي المسائل. فبصراحة هذا النائب أنا كمان لما سمعت خطابه في بيت حسام وكيف بتكلم عن قضايا المجتمع وكيف بتكلم عن الصندوق وإنه إحنا لازم فعلا نصوت، أنا بصراحة اقتنعت جزئيا بالمشروع اللي هو بيقدمه. وبصراحة أنا زي ما قلت شفت أكثر من حزب نوعا ما المناخ تاعهم علماني أو مدني، خلينا نقول، وما شفتش إلا الحزب تاعه والفكرة بالذات هو تاعه هو الأقرب للفكرة اللي خلينا نحكي اللي احنا بندور عليه كشباب. و عندك مكونات مختلفة، فأنت أخوي على برغب بيسألوني معلش بحكي لها مفهوم الدولة المدنية أول من أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم للوطن المدني وجد عبدة أصلا مصابة سعيدة شافي وقال كنت نظم كل اللحمة نظم بدولة، هو من ابتكر كل اللي ماشي عليه الغرب اليوم وروحه ومفهوم دولة كتب في رأس الميثاق بنو عوصة وهم من المؤمنين وبالتالي هم اليهود بالضبط. المفهوم مفهومنا وابن بلادنا وابن أرضنا، مع أنه طلع فإحنا نظل تحكي هذا الكلام فما عم ندير. وبشكل أساسي هو الفكرة اللي خلينا نحكي ممكن ينهض بأمتنا وبالذات بالناس اللي عايشة في العالم. فأنا بصراحة هاي نصيحة مني أنا شخصيا، وهاي على فكرة أنا أول ما بفكر أني أصوت لحدا طول حياتي، وهي أول ما أنا حصوت فيها لحدا أنها حتكون للسيد قيس، تمام. فأنا بصراحة حبيت كمان أني أشجعكم كمان أنكم تطلعوا على البرنامج تاعه، تمام، وعلى برنامج الحزب تاعه. طبعا هو عمل شراكة حاليا هو حزب ثاني، أو خلينا نحكي الحزب تاعه والحزب الثاني كمان عملوا شراكة مع بعض. فأنا بصدق أنا بتمنى الجميع اللي نوعا ما مهتم بهاي المسائل ومهتم بالتغيير ومهتم كمان يكون في مستقبل لإلنا إنه يطلع على الفكرة تاع هذا الإنسان، يسمع له كمان خطابات ويقاله شغلات، وعشان يشوف إنه ممكن التغيير ممكن يجي، ممكن بصوتك ببساطة يجي. طبعا هيجي لسه واحد يقول لي طب أنت يعني بتشجعنا عنا ننتخب واحد وأنت بحياتك ما انتخبته هاي أول ما إلك، يعني طب يا شاهد الانتخابات على الفاضي من الحكي؟ حقول لك انه ممكن الانتخابات تكون على الفاضي وما الى ذلك، ولكن على الاقل انت لما تروح تصوت له انت مش خسران شيء. يعني انا كشاهد استاذ رحت والله حبيت بواقع كتبت اسمه مثلا بواقع مثلا، وانا حخسر شيء؟ جواب لا. طب هل اذا انا مثلا رحت وصوتت مثلا وما جاش اللي انا بدي اياه، نفرض انه ما زبطش وكان على الفاضي، يعني مثلا اذا صوتنا مثلا، هل برضه حتخسر شيء؟ لا، حتكون ببساطه تجربه لك ومش حتخسر منها شيء. فبصراحه يعني انا بحياتي ما صوتت وكذا، حتكون تجربتي الاولى ان شاء الله حجربها، وانا صدقا صوتي حيكون له يعني انا شخصيا، وانا عن جد مقتنع بالفكره تاعه وعندي امل بهذا الشخص بصراحه، بالذات اني كنت زمان كمان لما شفته كمان ببيت حسام وكذا كنت مصدوم بصراحه انه متواضع جدا، بضل يقول لك يا اخوي بحبش كلمة سيدي، يعني متواضع لأبعد الحدود. وصدقا يعني ممكن
اذا احنا مثلا نفسنا والله بدوله مدنيه ونفسنا كمان بدوله خلينا نحكي نوعا ما علمانيه كمان، هذا الاشي ما بصير الا اذا احنا تحركنا. وطول ما انت كل واحد فينا قاعد بزاويه ومش حاب يبذل اي مجهود، لا حاب يحكي ولا حاب يعمل ولا حاب حتى يدعم الناس اللي بتحكي، هون احنا حنروح بالضياع. فبالنهايه اي واحد عايش في لندن وحابب انه عن جد يلاقي حدا بيمثله، او حاب مثلا بدوله مدنيه، او حاب مثلا تكون في قانون يحمي الناس المختلفه، فانا برشح له السيد قيس وبيقدر هو يصوت له، وممكن كمان تكون زيي اول ما بتصوت بحياتك وبس.